كابتن شريف عبد الفضيل، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي. اخبارك ايه؟ كل مشاهدينك كله بخير الحمد لله والله. قول لي، شفت الماتش ازاي؟ لا الماتش والله طبعا يمكن زي ما حضرتك بتتكلم كده وانفعل، شايف في نبره انفعال في صوتك. بس انفعال ايجابي واحد. انا بقول ان شاء الله 100% اللقب يعني بتاعنا ان شاء الله. لا ده حزن 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 على الفريق، ان احنا كنا عايزين نكسب يعني. احنا كسبنا. طبعا. فاحنا دلوقتي الوضع كالاتي، ان احنا قابلنا حكم في المباراه سيء جدا. كل معظم قراراته خطا مع ان معاه فار. ده انا ما تفهمش ايه المبرر او ايه الغرض من ده. دي حاجه. والفار برضه فين يعني الحكم؟ ده الفار. طب والفار فين برضه؟ ما تفهمش. يعني انت معاك فار والفار ده ما بيقولكش اي يعني حاجه. خلينا نقول في 3 4 كره، يعني كره حسين الشحات الاولانيه في الدقيقه 8 ولا 9 دي بينالتي، ده ما فيهاش كلام. الكره الثانيه اللي داس على رجليه، على رجله الصغير، دي بينالتي. لو لمسه كده ضربه جزاء. دي الثانيه دي بينالتي. ماشي. تاني حاجه الطرد الاحمر مباشر، عطيه الله ده طرد ما فيهاش كلام. اخر لعيب في الملعب ده ما فيهاش هزار، ده بيرسي بتاعه راح ينفرد. يعني اللعمة يشوفها، اللعمة يحسبها. بالظبط بالظبط. تاني حاجه عمليه التاخير، انا طبعا مستر كولر مش عايز الوم عليه، لان كانت في الدقيقه وصلت 85 وانت ما اجراتش اي تغييرات. يعني التغييرات قامت قبل الجون التاني الاول ما يجي على فكره. يعني قبل ما جون الوداد يجي كان لسه خلاص، كان شريف وعبد القادر بيسخنوا لسه بيسخنوا على الخط. تمام. فالجون دخل. انا لو منه ما طلعش الشحات. بس ايوه ليه؟ انا الجون جه ازاي اصلا فينا يا استاذ محمد؟ جه ازاي؟ خطا معلول ضغط من علي، رد تاني علي دخل جوه قدر يجيبها، شالها بيمينه ونزلها في نص الملعب. ما تفهمش شالها بيمينه برضه ليش؟ كان شالها بشماله وطفشها. هي لما شالها راحت لمين؟ راحت للباك رايت. مظبوط. تمام. الباك رايت المفروض حسين يبقى فين؟ تحتيه. مظبوط. مش فوق. راجل نزل لغايه نص ملعبنا استلم الكوره وراح بيها. مظبوط. مع حسين لو في باور يبقى انا حسين وشايف كهربا من بدري، وحسين من الدقيقه 65 يخرجوا. تمام. ليه متاخر كل ده؟ ليه ما خلصش وادوس في الماتش والماتش بقى جيم مفتوح وهما بيحاولوا يجيبوا هما بعد الجون الثاني لو طلعت 5 ده مش شايفين. بالظبط. يبقى انا مامن دفاعاتي كويس وبلعب الكاونتر اتاك اللي انا شغال. مظبوط. وانا قاعد مبسوط ان هما فتحوا الجيم قوي كده. مظبوط. تمام. هي بس يعني في حاجات طبعا تفاصيل، بس في حاجات ما بتبقاش محتاجه. يعني في حاجات ما بتبقاش محتاجه تفاصيل كتير. يعني انا كنت شايف بص عبد القادر، قصدي سوري كهربا، حمدي فتحي، وحسين الشحات. وكان اقرب تغييرين بالنسبه لي من بدري كان يبقى كهربا وكان يبقى حمدي. تمام. دول من بدري، وكنت انزل قندوسي وانزل شريف، يبقى عنده شريف متحرك اكتر وفي المساحات. لا وانت اليو ديانج مش في مستواه برضه. خلينا نقول يعني ديانج مع مروان يعني واقفين اكتر التزام للحلاق برضه بيأمنوا. يعني انا كنت انزل قندوسي زي ما انت بتقول واسحب اليو وارجع وحمدي فتحي يرد ورا. لا شويه. لا عشان حمدي بس انا رايي لا، كان ديانج يفضل موجود هو حمدي اللي يخرج. حمدي لانه برضه لسه راجع، كان في شكوك حواليه مشاركته وحاجات كده يعني. فالحته اللي فوق مركز 10 او التكمله الهجوميه اللي كان بيعملها دايما حمدي كويسه وكل حاجه، ولكن محتاجه برضه واحد عنده رؤيه اعلى في الحته دي. يعني القندوسي عنده مهارات عاليه جدا، لحتى قفشه ممكن في الحته دي كان يفيدك اكتر، لان انت كان في مساحات ظهرت وكنا بنستخلص كوره كتير جدا. مزبوط. وعندك حسين الشحات في الوقت ده خلاص، عندك حسين من الدقيقه تقريبا 70 75 مش موجود. تعب حسين من احسن اللعيبه النهارده، من احسن اللعيبه. وعامل اسيست عالمي بصراحه. عمل اثنين اسيست، اثنين اسيست مش واحد. هو اللي عامل الجونين. مظبوط. متحرك وعنده قدرات وعنده شخصيه وبيعمل حلول هجوميه عاليه، اذا كانت واحد ضد واحد او التحركات بتاعته بالكوره من غير كوره. كل دي حلول موجوده عند حسين الشحات، وراجل من احسن ماتشاته. ولكن خلاص هو راجل اجهد. اجهد. عندي بدائل، عندي دكه محترمه بره، عندي بدائل على اعلى مستوى، يبقى استغلها بدري. استغلها بدري بس خلاص. يعني مش عايزين برضو خلاص الماتش خلص. احنا لازم نتكلم الفتره دي الكلام الايجابي والداعم للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي. يا كابتن شريف بخبراتك بقى بتعملوا ايه؟ مفيش. انا دلوقتي بيتم الغلق على الفريق بالكامل. تمام. ممنوع تصريحات، ممنوع كلام، تركيز 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 خلاص. يمكن انا في كل التصريحات الايام اللي فاتت كنت باكد على المفروض ان احنا باي وسيله ما يجيش فينا اهداف. الهدف ده بيحط علينا حمل زياده هناك. تمام. تمام. فالهدف ده انت لا قدر الله انت مطالب هناك على الاقل باي نتيجه ايجابيه، اي تعادل.
اي تعادل هو بالنسبه لك خلاص انت كسبت. تمام، ما يجيش فيك جوان هناك، انت بتلعب على حاجه واحده. طبعا اكيد الراجل هيشتغل معاهم في النواحي الفنيه في الجيم، وازاي هيشتغل على الجيم في مراحل الجيم، ازاي في الوقت المعين هنعمل كاونتر اتاك بشكل عامل ازاي، كل المراحل دي هيبدا يشتغل عليها الراجل. احنا فاتحين خطوطنا قوي، وهم وصلوا كام واحده، لكن طبعا تالق مصطفى شوبير النهارده بحييه، بدايه مولد حارس مرمى جديد للنادي الاهلي والمصر مصطفى شوبير، بدايه تالق وبزوغ نجمه في مباراه، ودايما هي المباراه الكبيره دي بتاعه ظهور نجوم جداد. بس خلاص شوبير، انا عارف مصطفى ان عنده الخبرات، ومصطفى عنده الشخصيه ان بيعرف يفصل مهما كانت الاشاده كبيره، ولكن ان شاء الله هيرجع يفصل بسرعه. انا عارف مصطفى تمام، يعني ممكن يلعب الماتش الثاني مصطفى في كذا ماتش. ايه مصطفى ممكن يلعب الماتش الثاني ولا الشناوي اقرب؟ انا لو شايف، لا يعني انا رايي خلاص يكمل مصطفى عشان هو رجليه في الملعب، وخد الاحساس وخد السنس وخد الثقه وكل حاجه تمام. لما يرجع الشناوي يجهز يلعب، جول كبير وجول مصر وكل حاجه تمام، بس احنا كده اطمنا على حراسه المرمى، هي دي النقطه. ولكن هنا احنا وقتنا بندعم الفريق، بندعم الفريق ككل، ولكن احنا لازم يبقى لنا دور في موضوع التحكيم وبالذات هناك. بص يا اخواتنا المغاربه على راسنا من فوق كل حاجه، ولكن احنا يا جماعه والله يا استاذ محمد احنا بنتبهدل بره. انا يعني مش حابب اقول كده بس لازم يتقال كده، احنا بنتبهدل بره، بنتبهدل من اي من عسكري واقف بيبهدلنا. يا جماعه انتوا ما تعرفوش بيحصل فينا ايه بره هناك، ولا معلش ولا اتحاد افريقي معانا، ولا سوري الاتحاد بتاعنا معانا، لا لازم يبقى في رادع. احنا بنتاذي بره اذا كان يعني اخواتنا العرب وكل حاجه تمام، ولكن في الكوره هم بيستخدموا كل الوسائل عشان يكسبوك بالذات خارج الملعب. يعني انت بتحذر من التحكيم هناك؟ من التحكيم. طب حتى الحكم الاثيوبي، الاثيوبي تسيما ده يعني حكم كويس المفروض؟ والله لا انا حكم لي قبل كده، لا مش كويس، ده كان موقوف قبل كده. ده كان موقوف قبل كده حكم لي ماتش، ده بهدلنا. انت فاكر ده بتاع وقعت انرامو، هو الحكم ده؟ ايوه. لا ما كانش ده، كان عامل حاجه تانية وتوقف فيها. ما كانش هو يا كابتن، لا ما كانش هو. لا يا استاذ محمد ده راجع من ايقاف الراجل ده. التاني كان حكم غني وتوقف. لا مش ده، ده توقف مدى الحياه، ده عمل لنا مصيبه، ده طرد بركات بعد 8 دقايق ومايكل انرامو حط كوره بايده وانا لا بس ده مش بتاع انرامو، ده مش بتاع انرامو تسيما، مش ما والله التاني كان اسمه لامبتي لو تفتكر. ده راجع من ايه؟ قول لي كده. ده ايه؟ انت راجع من ايقاف ولا مش راجع؟ لا يعني انا في الاخر هو حكم يعني كويس، حكم لنا كذا ماتش قبل كده في السنوات الاخيره كان كويس، بس خليني اقول احنا الاهلي هناك محتاج ايه؟ انا محتاج يلعب لعبه، النهارده الاهلي ما لعبش لعبه، كانوا متوترين ليه يا كابتن شريف؟ قول لي. بص يا استاذ محمد خلينا نتفق، هو الاهلي مش ما لعبش لعبه، ولكن احنا خلقنا فرص، ولكن برضه جه علينا فرص، هي دي. يبقى انا محتاج قرايه اللعيبه، طبعا في كان الضغط الجماهيري لقيمه الماتش وده نهائي. وده نهائي، فالضغط العصبي بيبقى على اللعيبه شديد، يبقى انا لازم طبعا مستر كولر هنا دوره اقرا اللعيبه من بدري اللي تعب، لان في الضغط العصبي اللعيبه هتستهلك بدري، مش هيبقى عندك وقت تخزن مجهود. يعني واحد زي علي باين انه من بدري اجهد، واحد زي حسين من بدري اجهد، كهربا من بدري اجهد، يبقى التغييرات تتم بدري شويه، لان انت في ماتشات كبيره مش قليله، في ضغوط وعندي بدائل كويسه، يبقى دايما البديل بتاعي جاهز وفريش عشان ما يحصلش خلل في منظومه الفريق. طب النهارده مين كان مميز في رايك في الاهلي؟ انا عندي واحد حسين الشحات، اثنين مصطفى شوبير، وفي طبعا يعني بيرسي تاو. لا بيرسي طبعا، بيرسي وحسين من اميز اللعيبه النهارده، وطبعا بصراحه مصطفى شوبير. طبعا مصطفى شوبير يعني حتى حمدي وحتى مروان وحتى ديانج مش احسن حاجه، ثلاثه بامانه مش ما ثلاثه في نص الملعب، مش ده نص الملعب، اخر اربع خمس ماتشات في افريقيا بالظبط، يمكن في النهارده مروان كذا فاول، ما عشان كده بقول لك اليو ده مش مستواه. لا بالعكس والله انا شايفه النهارده كان افضلهم، كمان افضل من يعني حتى مروان تدخلات النهارده عمل كام فاول قريب خطر علينا. تدخلاته كان بيتعدى منه في كام واحده، ده طبيعي عادي بيحصل في الكوره. فانا قصدي ان الثلاثه الارتكاز بتوعك ما كانوش في احسن حاجه، تمام،
فكان لازم يتم التغيير بسرعه في الحته دي. وفقدنا الكوره، وكانت حته السيطره على الكوره وحد ينقلك لقدام لازم حد حريف. طب انا يا كابتن لو هقول لك النسب كام في الميه لكام في الميه الفوز باللقب؟ هي كده ان شاء الله يعني 60 40، يعني 60 لينا ل 40 ليهم ان شاء الله. 60 40 ان شاء الله، لان النادي الاهلي نادي كبير مش بالسهل يتاثر، مش بالسهل يخش فيه اهداف مهما كانت الضغوط اللي هنتعرض ليها او اللي هتتم، لان احنا عارفين الاتحاد الافريقي هيعمل ايه مع الاتحاد المغربي بشكل كبير. فان شاء الله نبقى على اللعيبه على قد المسؤوليه، وان شاء الله المباراه دي هم عارفين انها حاجه مصيريه وتحدي ليهم هم قبل اي حد، تحدي للعيبه نفسها. والمفترض الاهلي بيظهر في اللحظات دي؟ اه طبعا طبعا طبعا، قيمه بقى المكان اللي انت فيه تظهر، قيمتك وقيمه المكان لازم يبقى لك دور كبير جدا، وشخصيتك تفرضها على اي حد في الملعب مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات. وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله نحسم بيها البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وتبقى النبره كلها تفاؤل لكل المنظومه بتاعت النادي الاهلي، جمهوره، لاعبته. بشكرك طبعا كابتن شريف عبد الفضيل، الجهاز الفني، الاعلام، كل الناس لازم تبقى في هذه المرحله كتف بكتف بالنسبه للنادي الاهلي.